نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. وإلى العناوين: رفض شعبي في المناطق المحررة لإعادة فتح المعابر مع مناطق سيطرة النظام بريفي إدلب وحلب. قناة حلب اليوم تستطلع آراء عينة من سكان إدلب حول إعادة فتح المعابر مع مناطق سيطرة النظام. وبجهود كبيرة، متطوعون يفتتحون سوقا خيريا في إدلب غايته دعم ذوي الاحتياجات الخاصة. أهلا بكم مجددا. تصر روسيا على إعادة افتتاح 3 معابر بين نظام الأسد والمعارضة في ريفي حلب وإدلب، حيث أعلنت من جانب واحد عن التوصل لاتفاق مع تركيا لفتح المعابر دون أن تعلن أنقرة عن الموضوع. ويأتي ذلك في ظل دعوات شعبية وأكاديمية ثورية لمنع افتتاح المعابر. فتح المعابر مع نظام الأسد هو خيانة لدماء الشهداء، رسالة أراد متظاهرو مدينتي عفرين وعزاز إيصالها للمسؤولين عن هذا الملف، تعكس في طياتها تذكيرا وتحذيرا. كما أصدرت مجموعة من الشخصيات العسكرية في الشمال السوري بيانا عبروا فيه عن رفضهم فتح المعابر مع نظام الأسد، معتبرين أنه سيكون سببا في إنعاش قتلة الأطفال وفق البيان. ليتلوه لاحقا حملة واسعة على مواقع التواصل حملت اسم لا للمعابر مع النظام، تؤكد على خطورة هذه الخطوة على الثورة وأهالي المناطق المحررة، وبالمقابل مدى استفادة نظام الأسد وداعميه منها. موقع اقتصاد مالي وأعمال السوريين نقل عن الكاتب الصحفي إبراهيم إدلبي قوله إن روسيا تخطط لاستغلال هذه المعابر في دعم اقتصاد نظام الأسد، كما أن المعابر تسمح لروسيا بأن تقول للعالم أن كل المناطق السورية قادرة على المشاركة في الانتخابات التي يعتزم نظام الأسد إجراؤها خلال الفترة القادمة على حد تعبيره. أما صحيفة المدن وفي مقال لها ربطت بين التصعيد العسكري الأخير لروسيا على الشمال السوري وإعادة فتح المعابر، حيث رأت أن التصعيد كان عن وسيلة للضغط على تركيا ودفعها للقبول باستئناف عمل المعابر الواصلة بين مناطق سيطرة النظام مع المناطق المحررة. وزارة الدفاع الروسية كانت قد تقدمت بمقترح إلى الجانب التركي لإعادة افتتاح معبري سراقب وميزنار بريف إدلب ومعبر أبو زندين في ريف حلب الشرقي، مقترح تحدث عنه أمس رئيس ما يسمى بمجلس المصالحة في سوريا، وأشار إلى عدم امتلاكه لأي معلومات عن الموقف التركي تجاه المقترح، ليخرج بعد ساعات قليلة بيان عن الدفاع الروسي يعلن التوصل لاتفاق مع أنقرة لافتتاح المعابر وإعادة استئناف عملها. بالمقابل وحتى ساعة إعداد الخبر، ورغم ما أحدثه البيان الروسي من جدل وردود فعل سورية غاضبة، لم يصدر أي تصريح رسمي من تركيا حول المعابر. وما بين التهافت الروسي على فتح المعابر والرفض الشعبي لهذه الخطوة، يترقب الجميع ما سيصدر عن أنقرة، فهي الضامن للشمال السوري، وعليها يعول الروس ويقترحون ويضغطون، بينما يلتزم إلى الآن نظام الأسد والمعارضة الصمت تجاه ما يحصل. حول هذا الموضوع ينضم إلينا كل من الدكتور فراس شعبو الأكاديمي والباحث الاقتصادي من إسطنبول، وكذلك السيد سعد الشارع الباحث في مركز الشرق للسياسات من غازي عنتاب. أهلا بكما. أبدأ معك سيد سعد، بداية من منظور سياسي، ما المكاسب التي ستحققها روسيا ونظام الأسد من إعادة فتح المعابر؟ نعم، تحية لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. الظاهر أن روسيا تسعى من خلال هذا التفاهم أو الاتفاق لدعم سعيها في تسويق النظام عربيا ودوليا. تظهر روسيا بالفترة الأخيرة بشكل جدا كبير من خلال الجولات السياسية والدبلوماسية التي قامت فيها خاصة في دول الخليج، أن هناك حالة تسريع مهتمة جدا بأخذ مؤشرات ما تسمى المؤشرات الإنسانية في البلاد، أن الأمور ذاهبة للاستقرار. في ذلك ربما تحضيرات روسيا
روسيا للانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا. تحاول أيضا روسيا إقناع المجتمع الدولي أن هناك مبادرات داخلية لجميع الجغرافيا السورية تبدأها من الباب الاقتصادي. أيضا هذا يعني موضوع المعابر هو مرتبط بشكل كلي بمخرجات مسار أستانا وسوتشي التي كانت تقضي هذه المخرجات بفتح الاسترادات الرئيسية في الشمال السوري، ومعها أيضا معابر بين مناطق المعارضة ومناطق النظام. الحديث هنا بالتحديد حول استراد الانفور الذي يعد هو استراد دولي يدخل إلى سوريا من الأراضي العراقية ويوازي تقريبا الحدود السورية التركية ويمر من معظم محافظات سوريا وصولا حتى الأردن. أي أن المسعى التركي بشكل عام إذا تحدثنا هنا عن جانب اقتصادي أو اقتصاد سياسي هو تنشيط حركة التجارة بين مختلف مناطق سوريا. وأيضا يعني هناك يعني أهداف كثيرة من هذا الموضوع غير الأهداف. سوف نتحدث عن الجانب الاقتصادي مع السيد فراس، انتقل إليك. إلى أي مدى سيستفيد النظام اقتصاديا من فتح المعابر؟ يعني اليوم ما يجري على الأرض هو ليس بجديد، في محاولات سابقة لإعادة فتح هذه المعابر، خاصة المعابر أو الطرق الدولية، حيث هنالك مصلحة لكل من روسيا وتركيا وإيران وأيضا النظام بفتح هذه المعابر. طبعا المصلحة الأساسية اليوم لروسيا هي فك الضغط على النظام اقتصاديا ومحاولة اقناع العالم أن النظام نوعا ما هنالك لديه القدرة على التفاهم، لديه القدرة على الحوار، أي بشكل أو بآخر محاولة إعادة تعريب النظام اقتصاديا على الأقل، خاصة في ظل الضغوط التي يعيشها النظام اليوم، التي تعيشها الدائرة، التي تعيشها الاقتصاد بشكل عام. لذا تسعى روسيا من خلال هذا إلى فتح باب لنوعا ما نقل ما يحتاجه النظام من سلع وخدمات ومواد دولية لا يستطيع الحصول عليها نتيجة بعض الضغوط، بالإضافة أيضا إلى الدولار الموجود في الداخل يعني في مناطق المعارضة. التداول في الدولار كبير جدا ومسموح وفي حرية، بينما في مناطق النظام هذا أمر يعني خطر جدا. بالتالي هذا سوف يشكل بشكل أو بآخر رافد للنظام من العملة الصعبة، وبالتالي سوف يساهم أيضا في تحسين الوضع الاقتصادي. ورأينا بعد هذه المقولات والإشاعات أن اليوم الليرة بدأت تتحسن، الليرة التركية عادت إلى مستوى 4000، وبالتالي هذه المؤشرات سوف تساهم بشكل أو بآخر في إنعاش الحياة الاقتصادية للنظام وإنعاش النظام كنظام. نعم، أنتقل مجددا إلى السيد سعد. لو افترضنا أن المعابر افتتحت، هل سيكون لذلك انعكاسات إيجابية أو سلبية على الثورة السورية؟ يعني هنا الحديث بالدرجة الأولى عن الموضوع الاقتصادي. أعتقد أن يعني لا تريد المعارضة، لا تريد حتى الحراك الثوري أن يستفيد النظام من هذه المناطق التي تشهد ربما بالدرجة الأولى يعني أكثر المناطق في سوريا تشهد حركة اقتصادية جدا كبيرة، وبالتالي إدخال ربما العملة الصعبة تحديدا الدولار عبر هذه المناطق باتجاه النظام. أيضا هناك يعني أمر أخلاقي يعني تفرضه ربما الوقائع في الشمال السوري. يعني لا يمكن أن يكون هناك عملية تبادل اقتصادي ومعابر مفتوحة مع النظام، وفي ذات الوقت في ذات المنطقة أيضا هناك قصف متكرر، هناك محاولات اقتحام للمناطق المحررة، هناك يعني كثير من المفخخات تدخل إلى هذه المنطقة. قرار المعارضة أو دعني نسميه القرار الشعبي الحراك الثوري في هذه المناطق لا يريد أي علاقة نهائيا مع هذا النظام. يطمح الحراك الثوري بدخول هذه المناطق محررة بعد اقتلاع النظام، لا أن يكون هناك علاقات تجارية ومعابر بين هذه المناطق. وأعتقد أنه منذ تم تسريب هذا الخبر هناك حراك جدا كبير يجري في المناطق المحررة، دعوات لمظاهرات للضغط أكثر على المعنيين من المعارضة، سواء القيادة السياسية المتمثلة بالائتلاف أو حتى الحكومة المؤقتة في تلك المنطقة، وأيضا الفصائل تكلم هنا حتى ربما يكون هناك حراك حتى داخل مدينة إدلب والأرياف المحيطة بها، تحديدا الضغط يكون على حكومة الإنقاذ وعلى هيئة تحرير الشام. يعني قرار الحراك الثوري كان واضحا منذ قليل، أيضا خرجت عدة مظاهرات في بعض البلدات ترفض هذا الأمر، ترفض فتح المعابر مع النظام الذي يريد بالفعل يعني الموضوع مأخذ على محمل اقتصادي أكثر ما يكون هو السياسي. سيد سعد، يعني الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفرضون عقوبات على نظام الأسد وعلى كل من يتعامل معه، الآن
سيأتيه الدعم من المناطق المحررة. هل هناك مخاوف على وضع المناطق المحررة من جهة هذه العقوبات؟ لا أعتقد ذلك. لا أعتقد ذلك. السبب يعني أمرين. الأمر الأول أن هناك ضغوطات روسية تحاول روسيا إقناع أمريكا، إقناع حتى المجتمع الدولي، وأعتقد حتى بعض العواصم العربية التي زارتها، أن هنا فتح المعابر يندرج تحت الوضع الإنساني. هناك حالة خنق جدا كبير للمدنيين داخل مناطق النظام. هذه النقطة الأولى، وربما ترضى بذلك يعني الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا من ناحية ثانية، يعني أمريكا المتواجدة في منطقة شرق الفرات وتدعم بتلك المنطقة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، أمام عيونها تتحرك صهاريج النفط من شرق الفرات إلى غرب الفرات، عشرات الصهاريج يوميا لشركة القاطرجي تنتقل من تلك المنطقة. ودائما يكون المبرر الأمريكي أن هذه الحركة ليست اقتصادية، هذه الحركة هي لدعم الوضع الإنساني، لأن يعني الحركة ما تسمى بالتجارة الداخلية يستفاد منها بالدرجة الأولى المدنيين وليس النظام. هذا هو التبرير الذي تحاول روسيا إقناع يعني إقناع المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية بذلك. نعم، بخصوص الوضع الاقتصادي، أنتقل إلى السيد دكتور فراس، كيف سيكون وضع الليرة السورية بعد افتتاح هذه المعابر؟ لكل موضوعيين، اليوم نحن في جغرافيا سورية نوعا ما متركب، لا يمكن فصل مناطق معارضة عن مناطق النظام. هذا أمر نوعا ما لا يمكن أن يدوم، لأنها يعني هنالك تداخل، هنالك ميزات نسبية لكل منطقة على حدة، حتى أيضا مع قوات سوريا الديمقراطية. فالحركة الاقتصادية لابد أن تأخذ مجراها، شئنا أم أبينا، هذا واقع. وبالنهاية المتحكم الأساسي هم أصحاب المصلحة، صح التعبير، هم الروس والإيرانيين والأتراك. نحن يعني لنكون موضوعيين، ليس لدينا القدرة ولا المقدرة على فرض أي رأي، ولكن هذه المعابر كانت موجودة وكان النظام يستفيد منها، وأيضا مناطق المعارضة تستفيد منها، ولكنها أغلقت في مرحلة من المراحل. ولكن هذا لا يعني أنه لم يكن هنالك تبادل تجاري، كان هنالك تبادل تجاري بعلم النظام وبعلم المعارضة أيضا، ولكن بما يسمى التهريب. اليوم في حال تم افتتاح هذه المعابر سوف يشكل رافد لبعض الجهات التي تسيطر على هذه المعابر. أنا أتكلم عن المعارضة. بالنسبة للنظام سوف يشكل له رافد اقتصادي وموارد مال اقتصادية، سواء على مستوى السلع والخدمات أو على مستوى التمويل، وبالتالي سوف أيضا سوف تكون مناطق المعارضة سوقا يعني أنت المنتجات المتوفرة لديه التي لا تلقى تلقى رواجا، فتكون هذه المناطق هي السوق لهذا. أما على الصعيد التجاري بعجالة لو سمحت، المعارضة يعتقد أنه سوف يكون هنالك تبادل تجاري، يعني سوف تستفيد، الاستفادة الكبرى سوف تكون لتجار الأزمات وليس للشعب كشعب، سواء كان في مناطق المعارضة أو في مناطق النظام، ولكن النظام هو المستفيد الأكثر من هذه المعادلة. وصلت فكرة، شكرا لكما، الدكتور فراس شعبو الأكاديمي والباحث الاقتصادي كنت معنا من اسطنبول، والسيد سعد الشارع الباحث في مركز الشرق للسياسات كنت معنا من غازي عنتاب. أجرت كاميرا حلب اليوم استطلاعا تناول آراء السوريين حول إعلان روسيا فتح المعابر بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة النظام. نحن بنرفض رفض قاطع لفتح المعابر بشكل يعني نهائي. ما بدنا لا معبر يفتح مع النظام، لأنه هو نظام قاتل يعني مشت الوسائل. نحن إذا بدنا نحن نفتح له معبر، نحن بنعمل له تنفس له، بهيك نحن بنرفض كل شيء له معابر. أنا برأيي يعني بدهم يفتحوا المعابر وكذا، والقصف شغال كله كذب ودجل، والغاز غلي وكله لصالح روسيا، ما خلوا مركز غاز، ما خلوا عالم، ما خلوا غنم، ما خلوا، قتلوا هجروا، وإسا يفتحوا. نحن ضد هالحكي، يعني الولد الصغير ليك بالشارع بيعرف ضد انه يفتحوا معابر او كذب او سرسرة. ما في يعني ما في كل هالكلام. اليوم كل شيء غليان، البندورة بسبعة مليارات، الغاز غليان ما موجود، وإسا بيقولوا لك بدهم يفتحوا معابر. نحن ضد هالشيء هذا، نحن هون بالمحرر عايشين ومكتفيين، عنا أكل، عنا شرب، عنا كل شيء، وعنا رحمة الله بتكفي عن فتح المعابر.
المعابر ما بدنا نرجع لبيوتنا لأنه ما في بيوت تحمينا. هذا الرأي، هذا الكلام، هذا مرفوض جملة وتفصيلا. هاي فتح المعبر عبارة عن رئة تنفس للنظام ليفكوا عنه الحصار والضغوطات اللي عليه، هاي أولا. ثانيا ليسحبوا الخيرات الموجودة عندنا، يعني رغيف الخبز اللي بحاجته النظام بده يسحبوه من عنا من قدام أطفالنا، بدهم ياخذوا رغيف الخبز من قدام أطفالنا والخضار تبعها والبطاطا والسكر والتموين والزيت وانت تابع. هاي مشان يسحبوا الخيرات كلها الموجودة عندنا ليصير علينا ضغط نحن أكثر. هذا ومنعت قوات النظام مرور حافلات نقل الركاب لليوم الثالث على التوالي لمناطق سيطرة قسد عبر معبر الطبقة الواصل بين مناطق سيطرتهم. وبحسب موقع نداء الفرات فإن السبب يعود لتجهيز معبر شعيب الذكر بريف الرقة الجنوبي من قبل نظام الأسد، وذلك من أجل نقل حركة النقل من معبر الطبقة غربية الرقة إلى هذا المعبر الذي أنشئ حديثا، فيما لا يزال بدء العمل فيه غير معلوم. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. لمنع وقوع حالات انتحار، برنامج تدريبي توعوي يطلقه وقف الديانة التركي في مدينة عفرين. أهلا بكم مجددا في نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب اليوم. نظمت إدارة مدرسة مال الشام الخاصة بالتعاون مع 150 من طلابها نظموا سوقا خيريا يعود ريعه لذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين ضمن فريق وبشر الصابرين في مدينة إدلب، وذلك لحث الطلاب على الإبداع ومساعدة المحتاجين. سوق ليس كباقي الأسواق، بأياد صغيرة صنعت منتجاته البسيطة على مدار شهرين لتكون بضائعا تباع في سوق خيري. مدرسة مال الشام في مدينة إدلب نظمت هذا السوق لتسليط الضوء على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدة من ريعه. هالمبادرة هي عبارة عن محاولة تصنيع حرف يدوي أو أشغال أو مشغولات من أفكار منزلية من أدوات متواجدة بين الأيادي، والحقيقة حسب جولتنا كانت بالمركز والمعرض وجدنا قطع نادرة من حيث الإبداعات والأفكار. العائدات المالية من السوق الخيري ستوفر بعضا من المستلزمات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين ضمن فريق وبشر الصابرين. كوادر الفريق تعمل على تطوير قدرات هذه الشريحة وتنمية مهاراتهم العقلية والجسدية لدمجهم في المجتمع ورفع معنوياتهم. يعني ما شاء الله في المعرض طلع كثير كثير أيادي بارعة بالشغل اليدوي، حبينا نرجع نكرر هالشيء من أول وجديد، لأن يعني بأنفس الطلاب والأهالي وبعض العالم نفسيتهم تعبت، بقلنا منغير يعني منساوي شيء جديد بهالبلد. لا يقتصر السوق الخيري على جمع المال فحسب، بل يتعداه ليكون دافعاً لحث الطلاب على الإبداع والتميز في الرسم والأشغال اليدوية، فضلاً عن غرس روح التعاون بينهم
وتنمية ثقافة التبرع لمساعدة المحتاجين قبيل قدوم شهر رمضان. لربما يساهم هذا السوق الخيري في زرع روح التعاون لدى الطلاب من جهة، ورسم الابتسامة على وجوه ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين من ريعه من جهة أخرى. صلوى عبد الرحمن، حلب اليوم، مدينة إدلب. أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام تسجيل 12 حالة وفاة و153 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، أكثرها في العاصمة دمشق. أما في شمال السوري المحرر فأعلن مركز الترصد الوبائي عدم تسجيل أي حالة وفاة، فيما سجل 4 إصابات بشمال غربي سوريا وحالتين في مناطق نبع السلام بفيروس كورونا، في مقابل تسجيل 7 حالات شفاء من الفيروس. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن التفجير الذي وقع في مدينة الباب في 20 من آذار الحالي أدى لتضرر مستودع لمنظمة الأمين المتعاونة معهم، مما سيؤثر على تقديم الرعاية الصحية لحوالي 100,000 شخص. وبحسب المنظمة فإن الانفجار الذي أودى بحياة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بينهم 2 من منظمة الأمين ألحق الضرر أيضا ب 80% من محتويات مستودع المنظمة التي تضم مستلزمات طبية وإمدادات مخصصة لعلاج مرضى كورونا. قال مراسل حلب اليوم إن حكومة النظام سحبت المئات من بطاقات المحروقات المدعومة من السرافيس التي أضربت عن العمل على خطوط دمشق وريفها. وأضاف مراسلنا أن النظام تلقى تقاريرا بأسماء أصحاب السرافيس المضربين عن العمل خلال الأسابيع الماضية، وذلك احتجاجا على انخفاض الأجور وعدم توفير الوقود لهم بشكل دوري ليتعامل معهم النظام بسحب بطاقاتهم. هذا وأضاف مراسلنا أن هذا الإجراء فاقم أزمة المواصلات، حيث توقفت هذه السرافيس عن العمل بشكل نهائي. ضمن مساعي إعادة بناء وتأهيل المرافق العامة في المناطق المحررة، افتتح في مدينة رأس العين بريف الحسكة مخبز بالتعاون مع جمعية بيت السلام الخيرية الباكستانية وبدعم من الحكومة التركية. المزيد في هذا التقرير. بدعم من مركز الدعم والتنسيق المعني بسوريا في ولاية شان لأرفا التركية وبالتعاون مع جمعية بيت السلام الخيرية الباكستانية، أعلن المجلس المحلي لمدينة رأس العين عن افتتاح مخبز آلي في المنطقة، وذلك بعد عمليات ترميم خضع لها المبنى القديم وتبديل الآليات الموجودة بداخله. تم اليوم افتتاح المخبز الآلي في مدينة رأس العين، وقد تشرفنا اليوم بزيارة السيد الوالي عبد الله أرين قادما إلينا من أورفا والوفد الباكستاني المرافق له. سررنا كثيرا بمجيئهم، نشكرهم كثير الشكر، كما ونشكر كل من ساهم في هذا المخبز، حقيقة يعني حدث عظيم في تاريخ رأس العين. وفق المجلس المحلي فإن المخبز الآلي سوف يخدم نحو 100,000 نسمة تقريبا من سكان المنطقة، حيث يعمل المخبز بقدرة إنتاجية تصل إلى 20,000 ربطة خبز. الآن احنا ركبنا خطين جديدين، إنتاج الخطين تقريبا من الوردية الواحدة إلى 25 طن إن شاء الله. حاليا يتم تركيب الخطين بعد إجراء صيانة كاملة لكل بناء الفرن من جديد. خلال أيام إن شاء الله راح يكون الخطين جاهزين للإنتاج إن شاء الله. هذا الخطين راح يغطي كل منطقة رأس العين، وممكن أنه حتى مناطق ثانية تستفيد من هذا الفرن. طبعا هذا الفرن حديث جدا، يختلف عن الفرن السابق، خطوطه كلها حديثة جدا، وحتى نوعية الخبز أفضل من النوعية السابقة إن شاء الله. فإحنا نوعد أهلنا برأس العين إن شاء الله أنه ما راح يكون نقص خبز نهائيا، لا حاليا ولا بالمستقبل إن شاء الله. تولى مركز الدعم والتنسيق المعني بسوريا في ولاية شان لأورفا ببناء المخبز، حيث حضر مراسم افتتاح المخبز والي شان لأورفا عبد الله أرين، الذي أكد بدوره أن افتتاح مثل هذه المشاريع يساهم في تعزيز الروابط بين شعوب سوريا وتركيا وباكستان. أطلق وقف الديانة التركي وبالتعاون مع منظمة إحياء الأمل أطلق برنامجا تدريبيا عن الصحة النفسية والوقاية من الانتحار،
استهدف التدريب القائمين على الشؤون الدينية في مدينة عفرين شمالية حلب. يعني خلينا نقول خلاصة تبعت لقاء. الصحة النفسية والوقاية من الانتحار، برنامج تدريبي نظمه وقف الديانة التركي بالتعاون مع منظمة إحياء الأمل في مدينة عفرين شمال حلب. شمل التدريب العاملين في الشؤون الدينية بإشراف نخبة من الكوادر المختصة. تبين أنه في عنا أرقام لا تعد كبيرة، ولكن الأرقام موجودة، حوالي 250 حالة انتحار في الشمال الصوبي خلال 6 أشهر، مع حوالي 1700 محاولة لانتحار خلال نفس الفترة. هذا دعا المنظمات السورية ومن منظمة إحياء العمل إلى تنظيم هذا التدريب الموجه إلى العاملين الدينيين في منطقة عفرين للتوعية. دفع ارتفاع معدلات ومحاولات الانتحار في المناطق المحررة لإطلاق هذه الورشة التدريبية التي تقام أيضا بنفس الوقت في مدن الباب وجرابلس وعزاز، في خطوة تعد الأولى من نوعها في عموم مناطق الشمال السوري. مبادرة طيبة من منظمة إحياء الأمل بالتعاون مع الأوقاف إلى هذه الدورة، فعلا غنية بالأفكار غنية بالمعطيات، واستفدنا منها استفادة كبيرة جدا، وإن شاء الله سنطبقه في أرض الواقع بإذن الله قريبا إن شاء الله. الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية وغيرها من ضغوطات الحياة غالبا ما تكون سببا لمحاولة الانتحار، والتي لوحظت مؤخرا في مناطق الشمال، ما دفع المعنيين لدق ناقوس الخطر والعمل على التوعية والحد من هذه الظاهرة. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام نشرة أخبار المنتصف، قدمناها لكم من قناة حلب اليوم. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. إلى اللقاء.